عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على قناة أيوميد مع فيديو جديد كتتم الفيديو السابق اللي كنا تكلمنا فيه على تقاطع ديال جوج المجاري المياه اللي على شكل إكس، وحددنا فيه نقطة ديال التقاطع وشفنا الأنواع ديال التقاطعات اللي على شكل إكس اللي يمكن لينا نلقاو أثناء البحث على المياه. اليوم غادي نشوفو الاختلاف اللي كنلقاوه ما بين هاد التقاطعات، وباش ندوزو نشوفو الشرح ديالنا لهذا اليوم. كنتمنى أنكم تدعموني باللايك تاعكم، واللي ما مشتركش في القناة يشترك، ونتلاقاو من بعد هذا الفاصل هذا. كما قلت لكم اليوم غادي نشوفوا الاختلاف ديال هاد التقاطعات. كنا تكلمنا في الفيديو السابق على التقاطع اللي هو على شكل اكس. كنا قلنا بان هاد التقاطع هذا كنلقاوه في جوج ديال الاشكال، كاين الشكل اللي عنده زاويه كبيره والشكل اللي عنده زاويه صغيره. كنا قلنا انه كل شكل كنلقاو فيه جوج ديال الانواع. والاختلاف في هذه الانواع هو الاتجاه ديال المياه اللي كتكون اما في نفس الاتجاه او كتكون في اتجاه مخالف. بالنسبة للاختلاف اللي كيكون بين هاد التقاطعات، إلى لاحظنا أن التقاطع اللي كيكون عنده زاوية كبيرة كتكون النقطة ديال التقاطع اللي هي صغيرة، يعني كل ما كانت زاوية كبيرة كل ما كانت النقطة ديال التقاطع صغيرة، يعني كتكون واحد فيها واحد المساحة ولا واحد المسافة اللي صغيرة. وكذلك بالنسبة للتقاطع اللي كيكون على شكل زائد، حتى هو كتكون عنده نقطة ديال التقاطع صغيرة. أما بالنسبة للتقاطع اللي كيكون عنده زاوية كبيرة صغيرة عفوا، كتكون المساحة ديال نقطة التقاطع كتكون كبيرة، وفي بعض الأحيان كنقدروا نلقاو أن تقريبا التقاطع كيكون على مسافة هو بعض الاحيان كان يمكن لنا نلقاو تقاطع على هذا الشكل هذا، يعني كيكون مجرى فوق مجرى على واحد المسافه كبيره. وبالنسبه لهذا الشكل هذا كيكون حسن من هذا، يعني فين ما تم الحفر تما كيمكن لنا نجمعوا ما بين جوج المجاري. اما بالنسبه للتقاطع اللي كيكون على شكل زائد ولا على شكل اكس وكتكون عنده زاويه كبيره، كتكون المساحه ديال هاد النقطه هذه صغيره، ولا ما حفرناش في النقطه ما يمكن ليناش نجمعوا ما بين هاد الجوج ديال المجاري، بالعكس ديال هاد التقاطع اللي كتكون عنده زاويه صغيره. بالنسبه للاختلاف الثاني هو كيكون عندنا في هاد التقاطع هذا اللي كتكون عنده زاويه صغيرة، حيث كما قلنا هاد التقاطع هذا عندنا فيه جوج الانواع. عندنا نوع اللي كيكون الاتجاه ديال المياه ديالو متعاكس بحال هذا،
ولا الاتجاه ديال المياه في نفس الاتجاه. فين كنلقاو المشكل؟ هو في هذا اللي عنده المجاري ديال المياه في نفس الاتجاه. بالنسبة لهذا، ملي كنجيو نحددو النقطة ديال التقاطع، قلنا أن كنحددو النقط اللي قريبة للتقاطع، ومن بعد كنشوفو المجرى اللي عنده عمق كبير أو بعيد على سطح الأرض، كندخلو فيه وكنحددو الاتجاه ديال المياه، وبدا نتمشاو حتى كنوصلو للنقطة ديال التقاطع وكيتعكسوا لينا الأسياخ. لكن في هذا التقاطع هذا اللي عنده المجاري فيها نفس الاتجاه ديال المياه، رغم كان ندخلو فوق المجرى وكنحددوا الاتجاه تاع المياه، كنبدا نتمشاو، منين كنوصلوا للنقطة ديال التقاطع الأسياخ ما كتأكش لنا كليا، لان المجرى الاخر حتى هو عنده نفس الاتجاه والاسياخ كيغلب عليها الاتجاه ديال المياه وما كتكش لنا كامله، وتقريبا في النقطه ديال التقاطع كتكون منطبقه فوق بعدها، بحال الى عندنا جوج ديال المجاري واحد فوق الاخر تقريبا. داكشي باش ما كتكش لنا الاسياخ كليا، وهذا هو الاختلاف اللي كيكون بالنسبة في تحديد النقطة ديال التقاطع. بالنسبة لهذا التقاطع هذا اللي كيكون عنده زاوية صغيرة وعنده المجرى ديال المياه في نفس الاتجاه، أما باقي التقاطعات فتحديد النقطة ديال التقاطع ما كنلقاوش فيها مشكل، نفس تحديد لجميع التقاطعات. وحتى هنا كنعتقد انكم فهمتوا الاختلاف ديال تحديد هذه النقطه هذه، حيث ان الاصيغ ما كتاكش لنا كليا، وفي بعض الاحيان كيحسب لنا اننا ما وصلناش للنقطه ديال التقاطع. والمهم كنتمنى ان الشرح تاعي يكون واضح، واللي ما فهمش شي حاجه يخليها ليا في التعليق وغنجاوبه ان شاء الله. وحتى لهنايا كينتهي الفيديو تاعنا لهذا اليوم، وكنتمنى انكم تدعمونا باللايك ديالكم، واللي ما مشتركش يشترك، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع تقاطع اخر، والسلام عليكم.